الرئيس السيسي: مصر لن تدخر جهدا ولن تبخل بالمشورة في خدمة أهداف ومصالح وتطلعات دولنا وشعوبنا بمنطقة القرن الأفريقي. الرئيس السيسي: نسعى لتقديم أشكال الدعم كافة للصومال لاستعادة الأمن والأمان بواسطة جيشه الوطني. مصر تطالب بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ولبنان والعمل على خفض التصعيد وتخفيف حدة التوتر. رئيس الوزراء: تشغيل المتحف المصري الكبير الأربعاء المقبل تجريبيا. الجهاز المركزي للمحاسبات يعتمد تعديلات جديدة على معيار الأصول الثابتة وإهلاكها. رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يدعو إلى إطلاق الجمعية العربية لاعتماد النظم الصحية بالدول العربية. وزير قطاع الأعمال يوجه بسد احتياجات المشروعات التي يتم تنفيذها في مجال النقل وخطوط القطار السريع وهيئة السكك الحديدية ومترو الأنفاق. الاستثمار: حريصون على تحسين مركز مصر بمؤشرات التجارة الدولية وزيادة معدلات التجارة الخارجية بتوفير التيسيرات للمصدرين والمستوردين. الأرصاد تؤكد: طقس اليوم مائل للبرودة ليلا والصغرى في القاهرة 23 درجة مئوية.